تقول السائلة فضيلة الشيخ بأن والدي تزوج من امرأة ثانية ومال إليها ولم يعدل بين والدتي وهذه المرأة، ما الحكم الشرعي في ذلك مأجورين؟ الحكم أن العدل الذي يجب على الزوج بين نسائه هو العدل المستطاع، وذلك بالنفقة والكسوة والسكنة والمبيت، وأما الحب في القلب فهذا لا يستطيع العدل فيه. قال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل تذروها كالمعلقة. فالحب لا يستطاع أن يعدل فيه لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الأمور التي يجب العدل فيها وهي الكسوة والنفقة والسكنة والمبيت هذه لا بد منها، فلا يجوز أن يحيف مع التي يحبها ويقصر مع المرأة التي لا تقل رغبته فيها، بل يعطيها حقوقه من هذه الأمور: النفقة والكسوة والمبيت والمسكن. وفر هذه الأمور لها مثل ما يوفرها للزوجة التي يحبها أكثر من غيرها. نعم.